موضوع التجاهل ده بقى مزعج قوي وكتير قوي، يعني الموضوع كتير قوي، فاحنا عايزين نستغل الأبراج ونفهم من خلالها مين الأبراج اللي بتحب تتجاهل لما تحب أو تعجب وليه، وكمان بالنسبة المئوية يعني بنسبة كام ممكن تعمل كده، وفي آخر الحلقة بقى نعمل إيه لو حظنا الحلو وقع مع برج من الأبراج دي. كل الأبراج وأول مرة بنعمل كده، ال12 معانا بالترتيب لحد الأول، وكل واحد بقى شاطر كده توقع برجه هيجي في المركز الكام وياخد كام في المية. وهات الشاي بتاعك أو القهوة ويلا بينا. أجمل ناس في الدنيا، أخباركم إيه؟ يا ريت اللي مشتركش يشترك عشان يتابع معانا، والجديد يعرفنا بنفسه عشان نرحب بيه. وبدأوا في التوقعات في ال12 القوس، راجل وست، يعني ممكن نقول 50% ده كبيره. يعني القص لو معجب او بيحب او مفيش حتة التجاهل، في عيون كده وفي ابتسامات وفي رياكشنات وفي كلمات وفي تهتهات وفي كل شيء موجود مع برج القوس، والتجاهل غير موجود تقريبا او غير ملحوظ. يعني 50% دي عشان يعني يبقى في حتة يعني ايه، مش مدلوقين قوي، مش كده يعني، مش ميتين عليك قوي هكذا. اعلى منه في ال11 الاسد، رجل او برنس زعيمة العصابة، تمام، يصل ل60% برضو، او ممكن عشان البرستيج، ممكن عشان شوية نبان يعني تقال، انما تجاهل بالمعنى الحرفي مش موجود عند ابراج الاسد. لما تحب او تعجب هتلاقيه موجود قوي في ابراج القمة. اعلى منهم في المركز العاشر الجوزاء، الحورتاجي راجل او الدلوعة ست، يعني تصل ل70% برضو عشان البرستيج، برضو عشان نبان ان احنا تقال شوية، انما بيبقى باين وظاهر وغير محبب ان انا اتجاهل في البدايات، ودي ابراج مستعجلة عايزين ننجز ونخلص ونعرفك اللي عندنا ونعرف اللي عندك والشغل اللي انتوا عارفينه ده. بينا بقى على منطقة وسطى واخبطوا اللايك المتين وكملوا توقعات. اول الابراج اللي في منطقة وسطى هنلاقي الحوت المائي، سوما العاشق اللي كسبني في التحدي، تمام، وان كان في تحدي تاني انا هعوض، هو بس زنقني في الشطة، ان انا كنت فاكر نفسي ان انا حريت شطة واكتشفت ان في حد حريت، ما علينا. يعني الحوت يصل ل75%، هو في منطقة وسطى بيحاول يبقى بين البنين، يبان وشوية برستيج وشوية تقلان وشوية هيمان وشوية ضعفان هكذا، انما حرفيا مش في موضوع حلقتنا. 75% اعلى من الحوت. نخش في الجد شوية بقى ويبدأ الموضوع يزنق معانا شوية، نلاقي الميزان الهوائي، الميزان يصل ل80%، يعني ها بدأنا نخش في الجد شوية بقى، بدأنا لازم الميزان هيعمل تقيل شوية، يعمل انت مش في دماغه شوية، هعذبك شويتين بالذات العسل، الميزانية ضحكة فابتسامة، وبعدين شوية تشد كده عليك، تزنق عليك فانت تتجنن، ترجع النية يعني تطريها تاني هكذا، تلاقي الميزانية ورجل الميزان في النقطة دي نقول 80% لحد دلوقتي بيبقى باين، لحد دلوقتي مفيش تجاهل قاتل او مزعج لو الابراج دي معجبة بيك او بتحبك. اعلى منها هندخل في السواد النائع بقى، تمام، ونخش في الجد، نوصل للمركز السابع نلاقي الحمل، حمل اعلى من الابراج دي ممكن نقول يصل ل83%، حلوة اوي النسبة دي، معبرة شوية بس برضه بيبقى واضح وبيبقى ظاهر وبيبقى باين. من اول اللي في السادس بقى هنا خاف، خاف يا عيد بقى، دي الابراج اللي بيبقى الموضوع يعني ها محتاج بقى حد لماح وسريع البديهة وذكي وياخد وقت. نلاقي مين في السادس؟ نلاقي السرطان، السرطان 84% النسبة بتاعت السرطان، 84% لخجل السرطان وللحساسية الشديدة المعروف عنها برج السرطان، ممكن يلجأ في الحالات دي لما يسمى بالتجاهل، يعني رد الفعل ممكن يكون يأذيني، يجرحني، يزعلني، وبرضه أنا مش جريء قوي،
فهنا ممكن في احيانا خاصة البنوتة تلجأ للتجاهل، والرجل الرجل السرطان بينكسف في البدايات، انما ما ياخد عليك ممكن يبقى حاجة تانية. في البدايات حاجة وما بعد البدايات حاجة، احنا بنتكلم كل ده في البدايات يعني، تمام. فالسرطان 84%. عايزين نخش في السواد النائع المنقوع اكتر، فنوصل للبرج اللي قبل رباعي خط النار، نلاقي الدلو الهوائي. الدلو بيصل ل 85%. الدلو عنده يعني تبارد مقصود ولا مبالاة مقننة مقصودة. في البدايات ممكن تشعر منه بتجاهل شديد، حتى لو بيحبك او معجب بيك او مستميل ليك او ايا كان، يعني الاشياء اللي كلها شبه بعضها دي. فيصل يصل ل 85%، زهو شوية بقى، احنا تقال شوية، احنا ما يفرقش معانا، ما ينفعش الدلو يبين لك ان اتأثر بسرعة كده. الدلو في الحتة دي راجل وست، مش متأثر اوي زي ما في دماغك كده. لذلك تلاقي بنوتة الدلو دي عفريتة اوي، تتكلم معاك برقة كده ونعومية شوية، او تديك ابتسامة في النص، فانت تلاقي قلبك بقى ما انتش عارف تقعده، تمام. وبعد كده تيجي مدياك حتة تطنيش على تجاهل، يا دي السواد النائع بقى. طبعا دماغك تودي وتجيب شمال ويمين ويمين وشمال، تمام. و ممكن تكون معجبة بيك، ورجل الدلو في الحتة دي. رباعي خط النار أقوى وأشد 4 أبراج فيهم النقطة دي، حبوا وأعجبوا، بتلاقي حتة التجاهل دي عالية. أول الأبراج المصونة دي هو العذراء الترابي 89%، يا ساتر. طبعا أبراج حرفيا حبت أعجبت مالت، تلاقي الطابع الأسود اللي هو التجاهل ده موجود. درجة خجل شديدة جدا، نوع من أنواع الكرامة العالية جدا، نوع من أنواع التقل، نوع من أنواع الكنترول والسيطرة والتحكم في المشاعر. فتلاقي كل ده بيلعب دور أسود في البدايات، فتحس ممكن إن هي مش طايقاك أو هو مش طايقك، وعلى العكس ممكن يكون عايزك جدا ونفسه يتكلم حتى معاكي أو تقولي له صباح الخير أو ما شابه. وأنا هقول لك في النهاية وأقول لك تعمل إيه مع الأبراج دي. أعلى منه من ده لدى يا قلبي لا تحزن. في التالت نلاقي العقرب المائي ده 90%. العقرب مش هقول خجل قوي قد ما هقول تلذذ بالنقطة دي، بيتلذذ العقرب بالموضوع ده، يشوفك متعذب وبعد كده يرمي لك حتة اهتمام على حتة مداعبة كده، فيبص يلاقيك بقى زي الأهبل، يجي شد ورخي، عارفين انتوا، يوصل لك شوية ما انتش في دماغه، يوصل لك شوية لا ما تفرحش قوي كده، انا مش واقع في دباديبك. العقرب دي سياسة العقرب، راجل او ست، تمام. 90% ممكن يحب ومعجب وتلاقي ده، والعقرب دي بتستمر معاه في البدايات وما بعد البدايات، يعني هتلاقي دي طبيعة العلاقة اصلا غالبا مع برج العقرب. وده مش معناه ان هو ما بيحبكش او ان هو كان بيلعب بيك، انما هو مبسوط بحاجه زي كده من الاخر يعني. اعلى منه بقى واسود منه اللي في المركز الثاني الشلل حرفيا 92%، طور الماسون راجل وست، خجل شديد جدا عند برج الطور، وتقل فظيع جدا عند برج الطور، وكرامه هنا بقى وعزه نفس وكبرياء الشغل ده كله، يجعل من الطور رجل او ست متجاهل جدا في البدايات. وممكن تبقى ست الطور دي يعني ميتة في دباديبك وعاجبها اوي القصة بتاعتك ودقنك، انت متخيل، ومش شايفة غيرهم، يعني هي مش شايفة فيك غير دقنك وحب ما بعد الحب، بس تتجاهلك وتروح تتكلم معاها، ممكن تتغاشم معاك عادي جدا، ممكن تشتمك، ممكن تسيبك وانت بتكلمها وتمشي. مش معناه ان هي مش طايقاك يعني او مش طايقه اهلك، انما بالعكس، ده التجاهل لما يبقى، ما انا هقول لك اهو، شديد وغير مبرر، وانت بالذات خلي بالك ابراج القمه، لو تعرف منين بقى ان في يعني اعجاب او حب، لو لقيت ان انت بالذات متجاهلينك دونا عن البقيه،
يعني ممكن يتعاملوا مع البقية يجوا عندك انت والتجاهل يزيد. هنا اعرف يا معلم ان في حاجة بقى. فالطرف التاني والاول اسود السواد في الحلقة دي هو الجد، واحنا قلناها الزعيم التجاهل الاول، راجل او مرأة حديدية 95%، تقل كبير قوي، عزة نفسه وكرامة في المناخير زي ما احنا قلنا، كبرياء وتكبر والشغل ده كله موجود في برج الجدي، يجعل منه متجاهل جدا في البدايات. وزي ما قلت لك لو لاحظت في ابراج القمة دي ان هي متجاهلك انت بزيادة اكتر من المحيطين، اعرف ان في حاجة بقى. الجدي الاول 95%، السؤال المهم اعمل ايه مع الابراج دي؟ اول حاجة تطول نفسك، لابد منها. تاني حاجة تمشي تدريجية، يعني تطول نفسك على ممكن الحاجات اللي هتحصل لك، ان انت وارد جدا في البداية تيجي تتكلم تلاقي الكلام قليل، الكلام رسمي، تلاقي فيه نشوفية في التعامل شوية، طول نفسك على ده. تاني حاجة خد الموضوع ستيب باي ستيب، ابدأوا تنحوا لبعض الاول فترة 3 4 5 سنين، وبعد كده ابدأوا في الابتسامة تمام برضو 3 4 سنين زيهم، وبعد كده بقى بعد كده بقى ابدأوا في إلقاء السلامات، يعني اقعد لكم برضو 3 4 سنين صباح الخير صباح النور، عامل فاهم انت كده. وبعد كده بقى المرحلة اللي بعد كده ابدأوا في الكلام البسيط برضو، اقعد لك 3 4 5 سنين، ثم بعد ذلك ابدأوا في حتة بقى ان انتوا تحكوا تفتحوا مواضيع مع بعض، دي هتطول شوية تقعد لك 7 8 سنين فيها وارد. بعد كده بقى خش على المرحلة اللي قبل الأخيرة، وهي التلميح بالإعجاب، يعني يا سلام لو تبقى ألاقي حد زيك وهي تقول له والله أنت ديك البرابر اللي موجود في الجامعة أو اللي موجود في الحتة هكذا، يعني الكلام ده، أو اللي موجود في الشغل. وبعد كده ابدأوا اعترفوا لبعض بقى بالمشاعر تمام، هتقعد لكم برضو فترة طويلة. وبعد كده ابدأوا خططوا للالتقاء أو العش الزوجية بقى، وبعد كده ابدأوا إن أنتوا ابنوا في عش الزوجية ده، وربنا المستعان. يبقى في النهاية لازم تطول نفسك، لازم الموضوع يبقى تدريجي، بغير كده ممكن تخسروا بعض أو تخسر الشخصية دي. اكتبوا لي رأيكم في الحلقة، أنا بقرا تعليقاتكم، موقعنا، رابطنا، لايفاتنا، في رقم للاستشارات الخاصة، كل ده في وصف الفيديو أو في التعليقات، وإلى اللقاء.